سلامة الحين تستعد لشهر رمضان المبارك ومشغولة بالشوبينج والسوبر ماركت. هي أكيد تعرفين يا سلامة إن حتى في رمضان لازم أكلنا يكون صحي. مو بمشكلة إن من الحين تبتدين تحضرين للصيام. أول شيء تخففي شرب القهوة والشاي تدريجيا، يعني يوم بعد يوم نخفف الكمية وعدد الفنايل. ها؟ ويا ريت اللي يدخنون يوقفون تدخين قبل شهر على الأقل، ويستغلون الشهر الفضيل للتخلص من هالعادة السيئة. أما بالنسبة للأكل، قللي يا سلام الكميات اللي تاكلينها شوي. هي؟ وحاولي ما تاكلين بين الوجبات الرئيسية. ها؟ وأنصحك إن الريوق يكون من وقت عشان تعتادين بسرعة على السحور في رمضان، وفي نفس الوقت حاولي ما تسهرين. ها؟ وفي ناس يزيدون أكلهم قبل رمضان على أساس إنهم كذي بيخزنون طاقة قبل بداية الشهر الكريم. على العكس، بهالطريقة الشهية بتزداد ويصير الصيام أصعب أكثر عليهم. أها. الأفضل الصيام لبعض الأيام قبل رمضان عشان نجهز نفسنا. وفي النهاية لازم ننتبه إن البعض يحتاجون استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات قبل رمضان، مثل المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم. إن شاء الله صيام مقبول للجميع، وعساكم دوم صحة وسعادة.